حيث بلغت الحصة المسموح استيرادها يعني من الموز من طرف هذه اللجنة لسنة 2022 ب 159 ألف طن لهذه السنة، بناء على الرخص الممنوحة ل 181 مستورد. يعني كما أسفرت العملية الرقابية في سياق الخرجات الميدانية لمصالحنا عن حجز كمية معتبرة من مادة الموز كانت محل مضاربة غير مشروعة خلال 11 شهر من سنة 2022، حيث قدرت بأزيد من 897 طن.